الجرامر في يونت 12 بيتكلم عن الفيوتشر سيمبل اللي هو زمن المستقبل. بستخدم زمن المستقبل لما اجي اعبر عن حاجه هتحصل في المستقبل لسه ما حصلتش في الوقت الحاضر. كلمه الرئيسيه عندي في الجمله في زمن المستقبل هي كلمه ويل. ويل معناها سوف، وبيجي وراها الفيرب انفينيتيف، وبتيجي مع كل السبجكت سواء بلورال او سنجولر، مفرد او جمع. طيب نوضح الكلام ده بالامثله. نمبر 1 بيقول لي my brother will be a doctor next year، يعني اخويا سوف يكون طبيب في المستقبل او السنه اللي جايه. الفعل هنا عندي my brother، وراها كلمه will، وراها جات لي be اللي هو الفيرب انفينيتيف او الفعل في المصدر، وفي الاخر قابلتني كلمه next معناها القادم، ودي من الكلمات الداله على زمن المستقبل. طيب المثال الثاني برضو بيوضح، بيقول لي I will travel next month، يعني أنا سوف أسافر الشهر القادم. ملاحظين أن will جات لي مع my brother، جات لي مع اسم مفرد، وجات لي مع كلمة I أنا، وجالي وراها الفيرب انفينيتيف اللي هي travel، وجالت لي كلمة next وراها برضو فترة زمنية مختلفة عن الجملة الأولى اللي هي كلمة months. طيب الجملة الثالثة بتوضح النفي في زمن المستقبل، والنفي في حاله النفي بحط كلمه not، وكلمه not هنا هتقف مع الهيلبنج فيرب اللي هي كلمه will، فهتبقى will not او بالصيغه المختصره won't. المثال الثالث بيقول لي he won't fail، هو مش هيفشل. he is clever، هو شخص ذكي او شخص ماهر. طيب لو استخدمنا السؤال بمعنى هل، او بنقول عليه yes or no question في زمن المستقبل، هبدا بالهيلبنج فيرب اللي هي كلمه will. هقول will trains change in the future، مثلا هل القطارات هتتغير في زمن المستقبل. هنا بقدل بين كلمة will وبين السبجكت، وفي الآخر طبعا ما ننساش نحط الكويستشن مارك أو علامة الاستفهام. فهيقول لي يا إما yes they will، يا إما no they will not، أو no they won't. الجرامر الثاني او القاعده الثانيه اللي عندنا هنتكلم عن ability and possibility in present and past، يعني تعبير عن القدره او المقدره في زمن المضارع وفي زمن الماضي. في زمن المضارع هنستخدم كلمه can، وكان بمعنى يستطيع، واحنا عارفين ان كان بيجي لي وراها الفيرب انفينيت. طيب نبص كده مع بعض في المثال رقم 5، بيقول لي she can use the computer in the library، هي تقدر تستخدم الكمبيوتر في المكتبة. ملاحظين ان she subject جالي وراها كلمة can، وجالي وراها use the verb infinitive يعني الفعل في صيغة المصدر. طيب في طريقة تانية برضو للتعبير عن القدرة في زمن المضارع اللي هي طريقة able to. في القاعدة هنا عندي بيقولي subject can وراها الفيرب انفينيتيف، او ممكن استبدل كلمه كان بام او از او ار، ايبل تو وراها الفيرب انفينيتيف، وايبل تو معناها قادر على، بس لازم يجي وراها فيرب تو بي. طيب المثال اللي احنا لسه شارحينه دلوقتي وقلنا شي كان يوز، ممكن نستبدل كلمه كان باز ايبل تو، شي هتاخد از وهنحط ايبل تو يوز ذا كمبيوتر ان ذا لايبرري، هي تكون قادره على استخدام الكمبيوتر في المكتبه، وكده المعنى واحد. طيب لو عبرنا بقى عن المقدره بس في زمن الماضي هنستخدم كلمه كود. كود الماضي بتاع كان، هنقول people could travel by camels long ago، الناس كانت بتقدر تسافر بالجمال من منذ زمن. نفس الكلام ممكن نستبدل كلمة could برضو ب able to، بس ساعتها هنخلي verb to be في الباست، يعني بدل ما هنقول am أو is أو are هنستخدم was أو were. طيب people were able to travel on camels long ago، يعني الناس كانوا قادرين على السفر على الجمال منذ زمن. طيب في صيغة النفي كان هنخليها can't، وcould هنخليها couldn't. مثال السابع هنا بيقول لي they can't swim in the sea because it was cold، يعني هما ما يقدروش يعوموا في البحر لان الجو بارد جدا. طيب لو استخدمنا هنا قاعدة able to برضو في زمن الماضي وفي حالة النفي هنقول مثلا they weren't able to swim in the sea because it was cold، هما ما كانوش قادرين على السباحة في البحر لان الجو كان بارد. كده استخدمنا كان و ام او از او ار ايبل تو والفيرب انفينيتيف للتعبير عن المقدره في البريزنت، والنفي هيبقى
السبجكت كانت او ام نوت از نوت ار نوت وايبل تو والفيرب انفينيتيف. طيب لو جينا نعبر عن المقدره في زمن الماضي هنستخدم كلمه كود، يا اما نستخدم واز اوير ايبل تو والفيرب انفينيتيف، وفي حاله النفي هنقول كودنت او وازنت او ويرنت ايبل تو والفيرب انفينيتيف.